تتأثر سلة العملات وأسعار الصرف وفقا لأسعار الفائدة التي تلفت أنظار المضاربين قبل المستثمرين لما فيها من انعكاس مباشر على سوق العملات الأجنبية. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميل فيصل الجاسم. سعر الفائدة هو الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية والتي لها انعكاس مباشر على تدفقات الأموال في بورصات العالم. تعتبر معدلات الفائدة واحدة من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد وعلى تحركات الأسواق المالية. الارتباط الفائدة ترتبط بشكل أساسي بمعدلات التضخم، أي أن أي ارتفاع بمعدلات التضخم يعني ارتفاع المعروض النقدي، فلذلك يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة وبالتالي يزيد من تكلفة اقتراض الأموال ويقلل من المعروض. رفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقل نسبة السيولة في تداول الأموال في أسواق المال. إذا ارتفعت أسعار الفائدة فهذا نظريا يؤثر سلبا على سوق الأسهم، حيث أن العائد على المخاطر بالنسبة للسندات ستتوجه الشركات إلى هذا المنتج المالي. اثنين، بالنسبة للمستثمر الصغير راح يتجه إلى الادخار، حيث كذلك أن الودائع راح تعطي عائد أعلى بمخاطر أقل. اثنين، إذا نزلت سعر الفائدة فهذا يؤدي إلى جانب إيجابي للشركات والأسهم نظريا، حيث أن تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركة راح تقل، فبالتالي راح تدخل الشركة بمشاريع أكثر واحتمال تتوسع أكثر ويكون وينعكس بشكل إيجابي على سعر السهم. أسواق المال مترابطة لذا تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة ويترتب على ذلك ازدهار الحالة الاقتصادية كاستجابة لزيادة الانتاج فيزداد الطلب على رؤوس الأموال. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.